لم تتوقف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بقصف المدن السكنية على أهلة بالسكان ومحاصرتها وقطع المواد الإغاثية والطبية في ظل وضع إنساني كارثي. في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وبعد أن شن الانقلابيون هجوما على مواقع الجيش الوطني في حرض وبعد معارك عنيفة، استطاع الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي للسيطرة على مدينة حرض. مصادر ميدانية أكدت أن الجيش الوطني استطاع التوغل باتجاه المدينة وفرار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وقتل من الانقلابيين العشرات وجرح آخرون. استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أكثر المواقع، وهو الآن يعني يطهر شوارع حرض، وإن شاء الله ستسقط وستتحرر حرض قريبا. وفي محافظة الجوف لا تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تقوم بقصف المناطق الأهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، كما استهدف طيران التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في تلك المناطق. وفي منطقة بران التابعة لمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، حاول الانقلابيون التسلل لمواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني، لكن الجيش تصدى للهجوم وقتل 5 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح. ويواصل الجيش الوطني تمشيط المناطق في نهم شرق العاصمة صنعاء. كانت هناك عملية نوعية للجيش الوطني، نجح الجيش الوطني في استدراج ميليشيات الحوثي وصالح في نهم. حاولوا أن يلتفوا على ميمنة فرضة نهم، واستطاع الجيش الوطني أن يستدرجهم ثم التفاف عليهم من الخلف، ثم استطاع الجيش الوطني بعد ذلك أن يتقدم ويسيطر على ثلاثة جبال استراتيجية باتجاه أرحب. أيضا هناك معارك شرسة يخوضها الجيش الوطني في وسط مدينة نهم، وأيضا في يسار مدينة نهم على الشمال، ويحقق انتصارات متقدمة الحكومة. مراقبون يرون أن الانقلابيون يسعون إلى إشعال الجبهات المختلفة، ويحاولون كسب مزيد من الوقت بذهابهم لمؤتمر الكويت 2 وحشد عسكري في جبهات مختلفة، ويسعون أيضا للدفع بمجاميع مسلحة أغلبهم من الأطفال المغرر بهم. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية، مأرب.